إذا المشاهدين الكرام، أثار تناقضات أو أثار تناقض أثار في تصريحات زعماء ميليشيا الحشد إزاء الاحتلال الأمريكي في العراق جدلا واسعا، لا سيما بعد تصريحات هادي العامري التي أعلن فيها رفضه أي وجود عسكري لواشنطن، أعقبها بتصريحات أخرى مناقضة يطالب فيها فقط بتوقيع اتفاقية لتقنين الوجود العسكري الأمريكي. بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم وكل المشاهدين. أهلا بك أستاذ زياد. هادي العامري يطالب باتفاقية جديدة لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد يوم واحد من توعده بسن قانون في البرلمان لإخراج تلك القوات. بما تفسر هذا التناقض أستاذ زياد في موقف أو مواقف العامري؟ الحقيقة العامري لا ينطق من ذاته، فهناك ضغط عليه من أسياده ومن مواله، من موال هادي العامري ممكن يدعم قيس الخزعلي، ممكن يدعم ابو مهدي المهندس، وربما اليوم هادي العامري وغدا المهندس وبعده قيس الخزعلي. الحقيقه الامر واضح، هناك ضغط كبير على ايران، لربما هو ضغط نفسي اكثر مما هو ضغط سياسي او عسكري، ولكن بكل تاكيد هذا الضغط ولد حاله خوف، وهناك تلويح بأن العراق ورثة رابحة بيد إيران، خاصة بعد ما تم استبدال الرئاسات الثلاث بأشخاص أكثر وضوحا إلى الجانب الإيراني. ولعل تصريح رئيس الجمهورية برهم صالح كان واضحا من إيران بأن الأمريكان هم موجودين فقط لأجل محاربة داعش وعدم الاعتداء على إيران، وأعتقد تصريحات واضحة جدا لمصلحة إيران. ولذلك نجد ان اليوم هذه العامل يصرح بتلك التصريحات، ولكن على الارض لا يوجد شيء ملموس فعلي، وهذا ما صرحنا به مرارا وتكرارا. في ظل هذه المواقف استاذ زياد، كيف تقرا تصريح هادي العامري مؤخرا الذي قال فيه ان القوات الامريكيه اجبنوا من ان تقوم باي تحرك عسكري؟ ماذا يدل ذلك؟ هادي العامري يتحدث بصوره يعني نقول عليها عاطفيه جيريه، مساله الجبن والشجاعه مساله نسبيه لدى القوات الامريكيه. هناك مصالح وهناك استراتيجيه امريكيه في الشرق الاوسط وخاصه في العراق. هذه الاستراتيجيه تستمر ضمن الخطط الموضوعه، ولن يهم هذه التصريحات. منذ وعينا على الدنيا ومنذ ثمانينات القرن الماضي، الشيطان الأكبر والأفكان المجرمين والقتلة وإلى آخره، ولكن لم تصار طلقة واحدة عليهم من قبل. وحتى في 2003 عندما دخل الاحتلال الأمريكي للعراق، لم تصدر فتوى جهاد الأمريكان من قبل المراجع العليا مالته، باستثناء للأمانة جواد الخالصي وبعض الشخصيات الوطنية الدينية من التيار، ولكن المرجع الاعلى كان واضح بعدم فتوى بعدم قتال الامريكان. واعتقد هذا الامر واضح للجميع وتفاصيله لا اريد الخوض فيها، لذلك لا اعتقد بان مساله الجبن والشجاعه مساله مهمه لدى سياسه الامريكان بقدر ما هي مساله ثانويه، وهناك استراتيجيه ستنفذ في كل الاحوال. استاذ زياد، تحالف الاصلاح يقول ان موقف عبد المهدي من الوجود الاجنبي في العراق متوقف على التصويت. إلى أي مدى ترى أن فعلا وجود الاحتلال الأمريكي في العراق ورقة ربما سياسية يلعب بها شركاء العملية السياسية؟ لا يوجد هناك ورقة. الأمريكان باقين بالعراق ولديهم استراتيجية باقية، ولكن هناك تقارب وجهات نظر أصبح واضح عند الجميع، خاصة بعد اجتماع الصدر وسليماني في بيروت بتنسيق من حسن نصر الله، ولربما اعلنوا عن هناك اتفاق كامل على تسميه بقيه الكابينه الوزاريه التي تعرقلت كثيرا خاصه بعد وساطه حسن نصر الله. فكلنا نعلم بان ايران لديها اخطبوط في المنطقه، هم الحوثيين وحزب الله وفي سوريا وفي العراق، واعتقد بان حسن نصر الله قام بدوره، والان هناك مشروع لتصفيه هذه الامور الثانويه في العراق والالتفاف حول موضوع
وجود الأمريكي، ولكن لا أعتقد بأن الحكومة الحالية قادرة على اتخاذ قرار يستطيع أن يلزم الأمريكان بالرحيل. فالأمريكان حتى في 2011 لم يرحلوا من العراق، الموجودين ولديهم قواعد ثابتة منذ 2003 ولحد الآن الأمريكان لم يخرجوا من العراق. وأنا مسؤول عن كلامي، وشاهدت بأم العين في 2012 و2013 القواعد الأمريكية شمال العراق، ولذلك لا يوجد مغادرة القوات الأمريكية. كما أن هذه الحكومة الحالية الموجودة والعملية السياسية برمتها تدار من قبل الأمريكان، وهذا الأمر واضح، بحيث أن صادرات النفط العراقي تذهب في أرصدة أمريكية وتحت سيطرة الأمريكان، وثم تحول الأموال للحكومة العراقية. كيف تقرأ ما يعني جاء في صحيفة الاندبندنت البريطانية مؤخرا في تقرير لها أن ميليشيات الحشد تحولت إلى دولة داخل دولة في العراق؟ هذا الكلام صحيح، وأعتقد أنه يحتاج وقت للشرح، ولكنه واضح خلال وسائل الإعلام، هناك يعني تشخيص واضح أن الحشد فقط البارحة تم مداهمة 3 مقرات من قبل قوة أمنية، وهناك أعمال تزوير وأختام وأوراق عقارات يتم تزويرها ومشروبات كحولية، ولعل الصور نشرتها في موقع الخاص وبعض المواقع الأخرى نشرت هذا الخبر. اليوم مداهمة أخرى في لواء الفضل أبو العباس في الدورة، قبل أيام اعتقال أوس الخفاجي ومداهمة عدد من المقرات. الحقيقة كل هذه تصفية حسابات وليست مقرات غير منضبطة. المقرات مفتوحة في مدينة الموصل، المكاتب الاقتصادية واضحة، الأعضاء النواب عن مدينة الموصل شخصوا هذه الحالات، عمليات التهريب مستمرة، هناك دولة داخل دولة بصورة عملية وفعلية، وهي التي تدير الأمور في العراق، ومكتب رئيس الوزراء متساهل معهم، ولا يملك أي صلاحية لكي يقوم بأي عمل دون موافقة الحشد. هذا العامري أبو مهدي المهندس. نعم، شكرا جزيلا لك من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري.